باماكو تعود العاصمة الرباط في خارطة رئيس جنوب إفريقيا. في تهنئة رئيس الاتحاد الإفريقي للمسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم، جاء ذكر شهر الهلال حسب تعبيره ليشجعنا ويقوينا لمواجهة مرض كوفيد-19. وذكر رئيس الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ضحايا هذا الوباء في إفريقيا والعالم مفصلة في نص التهنئة، واصفا الشهر بالمقدس. وفي ذكره لصيام القارة من باماكو ومدغشقر وانجامينا ودار السلام والقاهرة وجوهانسبورغ، مبعدا مقولة من القاهرة إلى الرباط المألوفة في البروتوكول الإفريقي، تأكيدا من المنتظم القاري على شمال إفريقيا. ولحساسية الموقف تجاه المغرب، عودت التهنئة العاصمة الرباط بباماكو. وأقصى رئيس الاتحاد الإفريقي تمثيل شمال وغرب إفريقيا والمغرب الكبير، وكأن نهاية إفريقيا وحدودها في الشمال الغربي للقارة هي باماكو، وهي خارطة دفعت سفيرا عربيا في الاتحاد الإفريقي إلى إبداء هذه الملاحظة حسب مصدر جريدة الأسبوع. علمت الجزائر تايمز من داخل مخيمات تندوف عن قيام دورية تابعة للجيش الجزائري بإطلاق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الصحراويين حاولوا الهروب إلى خارج المخيم عبر منطقة أحفار جرب التي تبعد حوالي 26 كيلومترا جنوب مخيم الداخلة. وقد أصيب خلال هذه العملية شخصان هما يحضي خطري والحسين المهدي، اللذان تم نقلهما إلى مستشفى مدينة تندوف للعلاج من الجروح الخطيرة التي تعرض لها، فيما تم اعتقال 6 آخرين كلهم من شباب دائرة أمدريغا ولاية الداخلة، ويتعلق الأمر بكل من محمد مولود أبيها والحسين سلمى الحبيبة وبوزيد الهيبة وملي سالك حميدو ومحمد خندودة، بالإضافة إلى أحد الأطفال الذي كان يرافق المجموعة. الأشخاص الموقوفون تم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي تحت حراسة الجيش الجزائري الذي يطوق المخيمات منذ أزيد من شهرين، وهذه من الأسباب التي عجلت بزيارة شنقريحة إلى الناحية العسكرية الثالثة بولاية بشارة. قال موقع إلكتروني مغربي إن الملك محمد السادس رفض عرضا مغريا قدمه له ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يتضمن دعم الرباط للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفصر الذي يحاول الانقلاب على الحكومة الشرعية مقابل النفط ومشاريع استثمارية. ونقل موقع الأيام 24 المغربي عن حساب على تويتر يحمل اسم بدون ظل ويعرف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي قوله إن الشيخ محمد بن زايد يعرض على ملك المغرب النفط الليبي بسعر مغري وإرثاء مشاريع للشركات المغربية مقابل دعم المغرب للمشير خليفة حفتر، والملك يرفض العرض بشكل تام. وجدد المغرب الأسبوع الماضي تمسكه باتفاق الصخيرات كإطار لحل الأزمة الليبية بعد إعلان حفصر انسحابه من الاتفاق. وفي ديسمبر 2015 وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه. وتعرض المغرب خلال الأيام القليلة الماضية إلى هجوم من الذباب الإلكترونية التابعة للإمارات، اتهم حكومة البلاد ورئيسها سعد الدين العثماني بالفشل في مواجهة أزمة كورونا وعدم توفير احتياجات المواطنين بلغت حد اعتبار البلاد مقبلة على مجاعة. وتعقيبا على ذلك، أجمع خبراء مغاربة على أن الإمارات تخوض حربا غير أخلاقية وانتقامية ضد بلادهم بسبب مواقف الرباط السياسية من ملفات عربية أبرز وحصار قطر وحرباء اليمن وليبيا.
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الاثنين خلال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو إن دولة مجاورة تواصل تغذية الانفصال بالرغم من الظروف الاستثنائية الحالية وتحويل موارد ساكنتها لفائدة مبادرات تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي. وأعرب بوريطة في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي باسم المملكة المغربية أمام قمة مجموعة الاتصال لحركة دول عدم الانحياز عن أسف لاستمرار دولة مجاورة على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية في تغذية الانفصال وذلك في خرق للمبادئ المؤسسة لحركة عدم الانحياز. وأضاف في إشارة لإثارة الجزائر لقضية الصحراء المغربية خلال هذا الاجتماع أن هذه الدولة وعوض أن تستعمل مواردها لتحسين الوضعية الهشة لساكنتها في سياق جائحة كوفيد-19 تعمل على تحويل هذه الموارد بهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي. وتعتبر حركة عدم الانحياز التي تضم 120 دولة ثاني تجمع للدول بعد منظمة الأمم المتحدة. أثارت قناة تونسية الجدل بسبب بثها لبرنامج ترفيهي يستهزئ من البروتوكولات الملكية. البرنامج الذي يحمل اسم الملك وتبثه قناة حنيبلة التونسية تحول غضب المغاربة منه إلى رسالة احتجاج وضعت على مكتب السفير التونسي في الرباط حمد بن عياد نهاية الأسبوع الجارية من طرف الشبيبة الاستقلالية شجبا لمضامين البرنامج بسبب ما تضمنه من إيحاءات غير بريئة تمس المغاربة في مقدساتهم وثوابتهم الوطنية ومنه استهزاء ومسخ بالبروتوكولات والمراسيم المعمول بها ومحاولة إفراغها من حمولتها الدينية والأخلاقية والسيادية. وقالت الشبيبة الاستقلالية في رسالتها إن المغرب لا يعيش في قفص حديدي حتى يصدق العالم فورا كل ما يقال عنها، بل إن العالم يتابع تفاصيلنا ويعلم علم اليقين أهمية التحول الديمقراطي الكبير الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة. واعتبرت الشبيبة في رسالتها الغاضبة أن المكانة التي وصلت إليها البلاد شكلت على الدوام مصدر إزعاج للمتربصين بالمكتسبات والمنجزات التي حققها المغرب الجديد ولرعاة الفتن السياسية وطنيا وإقليميا ودوليا الذين عملوا على توظيف كل الأساليب الدعائية التضليلية للتشويش أو تشويه صورة المغرب ومحاولة النيل من مكاسبه الوطنية عبر حملات إعلامية مغرضة تمس المصالح العليا المغربية. وربطت الشبيبة الاستقلالية واقعة البرنامج المذكور بأحداث أخرى نسجتها بعض الجهات المارقة المعروفة والمفضوحة والتي تندرج ضمن فصول مخطط حقير يستهدف المغرب ليس فقط في وحدته ولكن في مقدساته وأعمدته الصلبة التي أسست الوجودية المميزة للمملكة المغربية. وعبرت الشبيبة الاستقلالية عن أملها في أن يبقى الإعلام المغربي في منأى عن هذا الاستغلال ويسهم في المقابل في تعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب المغاربية واستقرارها ووحدتها واحترام مقدساتها وأن يبقى محصنا ضد كل الإرادات الغير الإقليمية والغير الوطنية التي تسخر عائدات اقتصاد الريع والبترودولار خدمة لأجنداتها السياسية ولإذكاء الفتن وبث التفرقة وزعزعة الاستقرار في الصف الوطني والإساءة إلى الرموز والثوابت الوطنية ومحاولة فرملة مسار دمقراطية الدولة والمجتمع. يذكر أن الخطوة المذكورة تأتي بعد أيام من الحملة التي شنتها وسائل إعلام إماراتية على المغرب من أجل الإساءة إليها. عاد أكبر مسؤول في النظام الجزائري إلى التحرش مجددا بالمملكة المغربية في محاولة جديدة لاستغلال ورقة الخلاف الثنائي بين البلدين للتغطية على الفشل المتواصل في تدبير الشؤون الداخلية للمواطنين الجزائريين الذين يعانون الأمرين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
فقد حاول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استغلال فرصة انعقاد قمة مجموعة الاتصال لحركة دول عدم الانحياز يوم الاثنين بشكل افتراضي لمهاجمة المغرب كعادته منذ توليها زمام الحكم بعد المؤامرة التي قادها النظام العسكري الحاكم. فقد تسببت كلمة الرئيس الجزائري أمام القمة التي انعقدت عن بعد في مناوشة مع وزير الخارجية المغربية بعدما دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية في العالم دون إغفال الأوضاع في الأراضي التي تعيش تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين والصحراء، ووصف الصحراء المغربية بالبلد المحتل. أثار غضب الجانب المغربي لينبري ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرد على ذلك، إذ قال بوريطة في كلمة له خلال الاجتماع إن دولة مجاورة لم يذكر الجزائر صراحة تواصل تغذية الانفصال بالرغم من الظروف الاستثنائية الحالية وتحويل موارد ساكنتها لفائدة مبادرات تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي. وأضاف الوزير المغربي عوضا عن أن تستعمل مواردها لتحسين الوضعية الهشة لسكانها في سياق جائحة كورونا تعمل على تحويل هذه الموارد بهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي. هذا وقد أفحم هذا الرد الرئيس الجزائري الذي وجد نفسه عاجزا عن الرد لكون الحقيقة التي يعرفها أبناء الجزائر الشقيقة يقينا هي أن مواردهم الطبيعية وخيرات بلادهم تنهب يوميا من طرف جنرالات العسكر بحجة دعم المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف.